أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، قراءة في نتائج أو المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية الذي انعقد في القدس. هذه التظاهرة الأكاديمية والثقافية العلمية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية، نظرا لهذا الحجم الكبير من المشاركة والوجود والتواجد، ما يزيد على 500 شخصية شاركوا في هذه التظاهرة الثقافية والأدبية والسياسية والدبلوماسية، بالإضافة أيضا إلى كم التحضير والإنجازات التي ترتبت على هذه العملية الكبيرة المدروسة والمعدة جيدا في ظل هذه المرحلة، وتحمل معان وأبعاد كبيرة نظرا لانعقادها في القدس، وما تحمله جامعة القدس من معان كبيرة ورمزية عالية في نفوسنا جميعا. في هذه الحلقة أرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس. أهلا بك دكتور عماد، ومساء الخير. أهلا، مساء الخير بك وبالمستمعين، وأهلا وسهلا بك. أهلا بكم. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ هذا الحوار مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، نذهب إلى هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء هذا الحوار. تفضلوا بالبقاء معنا للمتابعة والاطلاع على مزيد من المعلومات. أهلا بكم. تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلقت جامعة القدس المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية بحضور رؤساء 6 جامعات تركية وشخصيات سياسية ودبلوماسية، بمشاركة أكثر من 700 عالم وشخصية أكاديمية من 50 دولة. هذا المؤتمر الدولي يحمل أهمية كبيرة في ظل احتضانه مئات العلماء والباحثين من شتى بقاع الأرض، اجتمعوا في جامعة القدس التي تحمل اسم العاصمة لتبقى قلعة شامخة تخرج الآلاف من الشيب والشبان الذين ينهلون العلم من هذه المنارة العلمية التي ظلت حصنا منيعا أمام مخططات الاحتلال الهادفة إلى اقتلاعها. أكثر من 400 ورقة بحثية تتربع على أجندة المؤتمر أعدت بأيدي الباحثين والعلماء، ستساهم في رفع مكانة التعليم من خلال الخطط والتوصيات. وجرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين جامعة القدس والجامعات التركية لتعزيز التعاون في مجالات أكاديمية وبحثية، فضلا عن اتفاقيات لتعزيز التبادل الباحثين والتبادل الأكاديمي والمنشورات البحثية وعقد الندوات وورشات العمل. ويعزز هذا المؤتمر جسور التواصل بين جامعة القدس والجامعات التركية في وقت يحمل فيه هذا المؤتمر رسالة دعم من تركيا التي اختار رئيسها عقد المؤتمر في جامعة القدس لما لها من خصوصية في ظل تربعها على رواب المدينة المقدسة وتقديمها خدماتها التعليمية لآلاف الطلبة الفلسطينيين، وعلى رأسهم طلبة مدينة القدس الذين يحاولوا الاحتلال نشر سياسة التجهيل بينهم تشكل جامعة القدس حاضنة لهم. ويعد المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية الحدث العلمي الأكاديمي الأكبر من نوعه في فلسطين، ما يدلل على أهميته وعمق العلاقة الفلسطينية التركية، لا سيما وأن تركيا أولت اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية ومدينة القدس بتسخير الدعم وتعزيزه في شتى المجالات. لبرنامج ملف اليوم، فالح نصير فالح. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ومرة أخرى نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس. أهلا بك مرة أخرى دكتور. إذا جامعات تركية، شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة في هذا الحدث الأضخم والأبرز من نوعه على مستوى فلسطين، هذه المشاركة التي تتم أيضا برعاية الرئيسين، السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما يحمله ذلك من أهمية كبيرة ومظلة رافعة وحامية لمشروع العلم والتعليم الذي تنهضون به في القدس العاصمة كما هو الحال في كل فلسطين. تحدثنا بداية عن أهمية هذا المؤتمر، هذه التظاهرة الأكاديمية الثقافية العلمية البحثية، كل ذلك. يعني كل الاحترام والتقدير حقيقة، كما ذكرت حضرتك أنه حقيقة هي تظاهرة أكاديمية ضخمة. نعم. حيث حضر أكثر من 500 أكاديمي من تركيا ومشترك معهم 50 دولة أخرى. نعم. ولكن الحكومة التركية بتعليمات من السيد طيب رجب أردوغان باهتمامه بالقدس وجامعة القدس وما يجري على أرض الواقع من تعاطف حقيقي من الشعب التركي للشعب الفلسطيني وتحديدا بما يخص مدينة القدس، كان له أثر كبير ودلالات كبيرة
في نفوس الفلسطينيين بشكل عام وفي نفوس المقدسيين بشكل خاص، لأنه هذا عبارة عن بالفعل هذا مؤتمر أكاديمي بحثي تقدمت فيه أوراق علمية مختلفة، يعني كان هناك الافتتاح في البداية وبعدها كان في هناك عندنا 30 قاعة انتشروا فيها الباحثين، كل قدم أكثر من 500 باحث انتشروا لتقديم أوراقهم البحثية ونقاش هذه الأوراق، ولكن المعنى والدلالات التي أخرجت من هذا المؤتمر تظهر تعاطف الشعب التركي مع الفلسطينيين وتظهر محبة الشعب التركي للقدس وللمقدسيين. وهذا بالنسبة لي كانت رسالة مهمة جدا، ليس فقط لفلسطين وإنما للعالم. أنا ما زال للفلسطينيين أصدقاء وما زال للفلسطينيين ناس محبين ومؤازرين، وهذه المؤتمرات الأكاديمية تؤكد وتعمق أواصل الصلة مع كل محبينا ومؤيدينا والذين ما زالوا يعتبرون القدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني. نعم. طيب أستاذ الدكتور عماد، تعني الكثير مثل هذه التظاهرة الكبيرة العلمية والأكاديمية والثقافية، وقعتم اتفاقيات مع عدة جامعات، ما هي هذه الاتفاقيات وما هي أهمية وجود مثل هذه الاتفاقات لجامعة عريقة مثل جامعة القدس بما تحمله من معاني رمزية ومدلولات حقيقية قائمة على الأرض؟ يعني عدة جامعات، عدة رؤساء جامعات شاركوا بالإضافة لمجموعة من السياسيين ومراكز بحثية في تركيا، وأثناء المؤتمر تم توقيع عدة اتفاقيات مع هذه الجامعات بحضور رؤسائها في جامعة القدس، تعنى بالتبادل الأكاديمي، تعنى بعمل أبحاث مشتركة، تعنى بتبادل طلابي ما بين الجامعة التركية وجامعة القدس، ولاحقا إن شاء الله تتطور بشكل عام للجامعات الفلسطينية عامة. وأنا برأيي هذه الاتفاقيات مهمة جدا لتطوير البحث العلمي من جهة، ومن جهة أخرى لتطوير المعرفة لدى شعبينا، وخاصة أنه تركيا تمر في مرحلة تقدم وتطور متسارع. نحن بحاجة كفلسطينيين للنظر لهذا النموذج وكيف استطاع في خلال فترة بسيطة أن يتطور وينمو وأن يعتمد على نفسه بهذه السرعة، ويمكن نحن بحاجة كذلك للنظر بعمق لهذا النموذج وتحليله وأنه نقتدي به من أجل أن نصل إلى مرحلة نشعر برضا عن اقتصادنا وتعليمنا وما إلى ذلك. التعليم هو سلاح وركيزة أساسية في معطيات الكيان الوطني الفلسطيني، ولطالما السيد الرئيس حفز وقدم التشجيعات والعمل الذي يؤسس ويدعم التعليم وخصوصا التعليم العالي، لمسنا ذلك في وزارة التربية والتعليم المرة تلو الأخرى، وأيضا في الجامعات التي هي حاضنة للأجيال والتي نراهن كثيرا على هذه الأجيال القادمة. إلى أي حد ترون أن هذا يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والتعليمي، سيما أن جامعة القدس بكل تفرعاتها وكلياتها تضم عدد كبير من الطلبة في المراحل الدراسية الأولى، البكالوريوس أو الدراسات العليا في الماجستير؟ يعني حقيقة نحمد الله أن سيادة الرئيس محمود عباس حقيقة يولي اهتماما عاليا في موضوع التعليم، فكذلك بما يتعلق في الإبداع وإنشاء مراكز إبداعية زي المركز الإبداع والتميز اللي يحتضن الأفكار الإبداعية، وفلسطين حاليا يعني بدأت تتبوأ أماكن مختلفة ومراكز متقدمة في العالم على مستويات مختلفة نتيجة الاهتمام وخلق البيئة المناسبة. نحن مثلا على سبيل المثال في جامعة القدس بدأنا نحفز الباحثين، وكان هناك كذلك كما تفضلت من وزارة التعليم العالي موازنة خاصة للبحث العلمي، لأنه يجب نحن كفلسطينيين أن نقفز من مرحلة التعليم التقليدي إلى مرحلة التعليم المتكامل مع السوق المحلي، وبالتالي مخرجات التعليم يجب أن تكون مرتبطة بسوقنا بشكل خاص، ويجب علينا صقل الطالب بمهارات تتوائم مع السوق. نعم هذا صحيح. بحاجة إلى إعادة اعتبار لبرامجنا والاطلاع على نماذج أخرى
مثلا في جامعة القدس عملنا برنامج الدراسات الثنائية اللي هو نموذج ألماني. نعم واللي صحيح. هو إحنا بنطلع على نماذج مختلفة في العالم حتى نستطيع أن يكون مخرجنا من التعليم العالي متميز منافس ليس محلي أو إقليمي وإنما منافس عالمي. هذا يعطينا القدرة على نهضة شعبنا بشكل عام، لأن النخب الفلسطينية كلها موجودة في الجامعات والباحثين موجودين في الجامعات، وقدرتنا على تحفيز هؤلاء الباحثين، توفير الدعم الكافي من أجل إنتاج المعرفة وبالتالي التحكم في النوهاو، هذا اللي بيجعل العالم يأتي إلينا، وهذا بيجعل اقتصادنا يتطور ونشكل هذا الاقتصاد من اقتصاد حاليا مبني على الاعتماد على الخدمات فقط إلى اقتصاد مبني على الصناعة والتصنيع الغذائي وكل المكونات المهمة لتقوية هذا الاقتصاد وبالتالي الوصول إلى الاعتماد على الذات. نعم. وفتح فرص، لأنه كل ما قوينا القطاع الصناعي فتحنا فرصا أخرى للشباب الخريجين، وبالتالي بصير قدرتنا على استيعابهم في هذه القطاعات أكثر سهولة، ولكن هذا معتمد على قدرتنا على إنتاج المعرفة. نعم. وتطوير البحث العلمي في هذه. نعم. البلد. طيب يبقى معنا أستاذ الدكتور عماد، ونذهب إلى الاتصال الهاتفي مع سعادة السفير الدكتور فائد مصطفى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية. دكتور فائد أهلا بك معنا ومساء الخير. مساء الخير لك أخي حسن وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم دكتور عماد. أهلا بكم دكتور فهد مصطفى. كما يعني رأيت وتابعت الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك معنا رئيس جامعة القدس تحدث حول هذه التظاهرة الأكاديمية الثقافية العلمية الكبيرة التي تمت هنا في فلسطين في هذا المؤتمر الدولي، كيف ترون أهمية هذه المشاركة وأيضا هذا الحضور التركي للجامعات والأصداء في الجمهورية التركية لمثل هذه المشاركة في القدس في جامعة القدس؟ نحن سعداء جدا بهذه التظاهرة بإنعقاد هذا المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية في مدينة القدس في جامعة القدس أبو ديس. بالتأكيد هذا يأتي تعبيرا وتتويجا للالتفاف التركي حول هذه المدينة وحول مواقف شعبنا بشكل عام. هذا المؤتمر عندما قرر منظموه أن يعقدوه في القدس هذا لم يكن صدفة، كان عبارة عن رسالة. نعم. تركية تشير وتؤكد على أن مدينة القدس مدينة تحظى باهتمام وبأولوية تركية، ويجمع على ذلك كل أطياف الشعب والمجتمع التركي إلى جانب الاهتمام السياسي مدعوما بتوجه واضح من الرئيس رجب طيب أردوغان. عندما طرحت فكرة عقد هذا المؤتمر في مدينة القدس وفي جامعة القدس بالتحديد، المنظمون وهم عدة مؤسسات. نعم. تركية وجامعات تركية حكومية توجهوا إلينا عارضين الفكرة، وبالتأكيد نحن شجعناهم على ذلك، وكان تقديراتهم في البداية أن أعداد المشاركين قد تكون بحدود 300 مشارك. عندما تم الإعلان على أن هذا المؤتمر سينعقد في القدس الراغبين بالمشاركة تضاعفت أعدادهم إلى أن وصلت ما وصلت إليه في حدود 700 شخصية. بالتأكيد نحن نرى بأن هذا هو الرد الذي يجب أن يكون في العالم العربي والإسلامي على قرارات ترامب وعلى ممارسات وسلوك الحكومة الإسرائيلية، بمعنى بأنه على أمتنا العربية والإسلامية أن تترجم الأقوال والشعارات إلى خطوات عملية مثل هذه الخطوة، من خلال تكثيف الزيارات إلى المدينة، من خلال عقد المؤتمرات في المدينة، من خلال تنفيذ مشاريع تساعد على صمود أهل القدس، لأنه الوقوف في وجه المؤامرات التي تحيط بمدينة القدس. نعم. لا يتوقف عن فقط الشعارات. طيب دكتور فائد. نعم. يحتاج الأمر إلى خطوات عملية. نعم دكتور فائد مصطفى، أشرت إلى جملة من قضايا بالغة الأهمية، ولكن إذا ما نظرنا إلى حجم هذه المشاركة التي قد تحدثت عنها تعكس توجها لدى الحكومة التركية ولدى الدولة التركية إزاء القدس، سيما وأن هذا المؤتمر جاء في القدس في أبو ديس في جامعة القدس التي تحمل اسم القدس، لها معاني ومضامين كبيرة بالنسبة لنا كفلسطينيين. كيف وجدتم ذلك لدى أطياف المجتمع أو مكونات النظام السياسي التركي؟
يجري التفاعل هنا مع هذا المؤتمر بشكل كبير، يتم تغطيته إعلاميا على نطاق واسع. المستوى السياسي أيضا في تركيا يتابع حيثيات هذا المؤتمر، وهو من أعطى أساسا الضوء الأخضر بإنعقاده في مدينة القدس وبمشاركة جامعة القدس. لذلك كما أشرتم هناك اهتمام تركي كبير، ولا يقتصر هذا الاهتمام فقط على هذه على هذا المؤتمر مع على أهميته، لكن أيضا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إنه أعداد السائحين أو المعتمرين من أبناء تركيا الذين يزورون القدس هم في تزايد مستمر شهر بعد آخر. هناك أيضا اهتمام تركي بتنفيذ عدد من المشاريع في مدينة القدس. مدينة القدس بالمجمل لها أهمية خاصة، وهناك ارتباط يعني ما بينها وما بين القدس. المشاعر تجاه مدينة القدس لدى أوساط الشعب والمسؤولين الأتراك عالية جدا، وهذا ليس بجديد في الحقيقة، هو يعود إلى الروابط التاريخية القديمة التي تربط الأتراك مع مدينة القدس. لذلك يعني نحن ننظر بارتياح شديد إلى هذا الاهتمام التركي، ونرى بأنه عقد هذا المؤتمر في جامعة القدس يعني إن شاء الله سوف يفتح الطريق على مصراعيه لتنفيذ خطوات أخرى في المستقبل القريب، بما يعود في النهاية بالنفع على أهلنا في القدس والإعلاء من مكانة هذه المدينة التي تتعرض إلى مؤامرات كبيرة في هذه المدينة. طيب دكتور فهد، كما أن هذا الاهتمام التركي أيضا على الجانب الآخر إنجاز التعبير، هناك اهتمام أيضا بالغ الأهمية من قبل أعضاء القيادة الوطنية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس الذي رعى ويرعى مثل هذا المؤتمر الدولي الهام الثاني، والذي يأتي في ظل مرحلة في غاية الصعوبة. نحتاج كفلسطينيين إلى كل دعم وكل إسناد للقدس ولفلسطين. كيف وجدتم أيضا هذا الاهتمام اللافت من قبل سيادة الرئيس، والذي جاء أيضا منسجما تماما مع التوجهات التركية التي قامت الرئاسة التركية برعاية أيضا هذا المؤتمر من جانبها، وهنا الإشارة إلى السيد رجب طيب أردوغان؟ يعني نحن بالنهاية نعتقد بأنه أيضا هذا المؤتمر هو جاء استجابة إلى نداءات طالما أطلقها السيد الرئيس محمود عباس إلى العالم العربي والإسلامي، هو طالما ناشد الأمتين العربية والإسلامية بالقيام بزيارات إلى مدينة القدس وتنفيذ مشاريع في مدينة القدس. لذلك نحن سعداء بأنه يجري الاستجابة إلى هذه النداءات التي طالما أطلقها السيد الرئيس من خلال عقد هذا المؤتمر. بالمناسبة وعلى ذكر مدينة القدس، نحن أيضا في الشهر المقبل في منتصف الشهر المقبل سوف تشهد مدينة إسطنبول مؤتمرا أيضا اقتصاديا له علاقة ومرتبط ارتباط مباشر بمدينة القدس. هناك فعالية سوف ينظمها اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي في منتصف نيسان في إسطنبول بمشاركة وحضور عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين من مختلف دول العالم. عنوان هذا المؤتمر هو تمكين اقتصاد القدس من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تساعد على دعم صمود المقدسيين، وأيضا تفتح الباب لتطوير اقتصاد المدينة. وهذا كله أيضا يأتي استجابة إلى السياسة الحكيمة التي ينتهجها السيد الرئيس في ضرورة التفاف الأمتين العربية والإسلامية إلى جانب شعبنا الفلسطيني الذي يخوض معارك يومية في الحفاظ على عروبة وعلى إسلامية وعلى مسيحية هذه المدينة. نعم، أشكرك، بارك الله بك دكتور فايد مصطفى، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، كنت معنا عبر الهاتف، لكم التحية والتقدير. مشاهدينا الكرام، نعود وإياكم إلى ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك. ودكتور عماد، إذا يعني هي مفاصل متعددة وقضايا لها علاقة بالسياسة ولها علاقة بالاقتصاد، التثبيت للقدس، تعزيز مكانتها، كل ذلك من رؤيتكم أو من وجهة نظركم كيف تنظرون إلى البعد السياسي؟ أبعاد متعددة حملها مثل هذا المؤتمر، هناك بعد سياسي هام في ظل هذه المرحلة، الإعلان الأمريكي اعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال وما قوبل من عاصفة رفض على المستوى العربي والدولي، والآن تترجم بعض من هذه المواقف على شكل هذه التظاهرة بالغة الأهمية.
يعني كما ذكر سعادة السفير فائد، يعني حقيقة أنه الشعب التركي شعب بوصلته وعاطفته تجاه القدس، وكان أول رد حقيقي حول القرارات التي صدرت هنا وهناك. نعم. أن يأتي هذا الحشد الضخم والذي كان مقدرا له أن يكون 300 أكاديمي فقط، وسجل لهذا المؤتمر أكثر من 700 واحد اللي حضروا منهم 500. السبب الأساسي هو رسالة كما نعم. ذكرت أنه رفض من الشعب التركي لما تم التصريح به من قبل قادي مختلفين في هذا العالم حول موضوع القدس. نعم. هذا التضامن وهذا الرد من الشعب التركي ومن الرئيس التركي حول هذا الموضوع كما ذكرت هاي رسائل للعالم أن الفلسطينيين لم يتركوا لوحدهم ولن يتركوا لوحدهم. هذا مسألة مهمة جدا، وهذه الدلالة السياسية واللي ظهرت من خلال عقد هذا المؤتمر في مدينة القدس. وكما ذكر سعادة السفير أن هناك مؤتمر آخر كمان أنا دعيت إليه في 12 و13 و14 من إبريل لرجال أعمال الفلسطينيين والأتراك بإمكانية إيجاد مشاريع ممكن أن تمكن المواطن المقدسي في مدينة القدس، لأن المواطن المقدسي موجود في مدينة القدس. نعم. ممكن أن يصرح حول المدينة من كان. نعم. ولكن المحافظة على المواطن وتمكين هذا المواطن تطوير حياته تعزيز صمود هذا المواطن. وتعزيز صمود هذا المواطن هو الأساس ما تحتاج له مدينة القدس. نحن نأمل من كافة الدول العربية وغير العربية أن تحذو حذو الحكومة التركية والشعب التركي في النظر إلى أهمية الالتفاف حول موضوع القدس، وكذلك النظر إلى كيفية تمكين هذا المواطن المقدسي، لأنه هي الرسالة الأساسية في أن الوجود الفلسطيني في مدينة القدس هو الرسالة التي سيسمعها كل العالم. نعم. وبالتالي لا يتأتى ذلك إلا من خلال إسناد ومن خلال رعاية ومن خلال نظر في مشاريع ممكن أن تبقي وتمكن هذا المواطن المقدسي. نعم. ربما الوعي والمعرفة تطورت كثيرا ومتطورة لدى أبناء شعبنا، ولكن نبقى نراهن كثيرا على التعليم. ماذا يقول البروفيسور عماد أبو كشك لطلبتنا لأبنائنا لشعبنا حول موضوع التعليم، سيما وأننا جميعا في معركة مفتوحة سياسيا ودبلوماسيا وحتى شعبيا على الأرض في مواجهة دولة الاحتلال؟ يعني حقيقة هذا موضوع حساس جدا. يعني العائلة الفلسطينية كما ذكرت منذ عام 48 كان اهتمامها في الأرض. نعم. ولكن بعد أن أصبحت بعض الأمور قد تسلب منا كفلسطينيين، العائلة الفلسطينية بدأت تعيد تشكيل الوعي وثقافتها باتجاه الاستثمار في التعليم. نعم. وبالتالي أنا برأيي هذا سلاح مهم جدا، من جهة أن هذا التعليم يمكننا من النهضة في دولتنا وتمكيننا من الصمود في ظل هذه التحديات الكونية الهائلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وفي نفس الوقت التعليم مهم جدا حتى نستطيع صياغة رواية، لأن المعركة الأساسية بيننا وبين الإسرائيليين هي معركة رواية. وبالتالي عندما يكون الإنسان الفلسطيني مثقف ومتعلم يستطيع أن يصيغ الرواية التي هي الرواية الحقيقية. نعم. حول أحقية الفلسطيني في هذا الأرض، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان شعبا متعلم مثقف يستطيع أن يصل رسالته من العالم من خلال التعليم. وبالتالي هي رسالتكم أيضا المضي قدما في التعليم 100%. طلابنا وطالباتنا في المعاهد والجامعات 100%. وهذا أمر بالغ الأهمية. طيب نذهب أيضا إلى مشاركة عبر الهاتف للسيد عدنان الحسيني وزير ومحافظ القدس. السيد عدنان الحسين أهلا بك معنا ومساء الخير لكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا سيد عدنان، ضيفنا في الاستوديو أيضا الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، ونتحدث حول موضوع بالغ الأهمية المتعلق في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية الذي انعقد بالقدس، وقد ألقيتم تحدثتم كلمة بالغة الأهمية نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس. ما هي يعني القضايا التي ركزتم عليها في ظل ما تعيشه القدس من حصار إسرائيلي ظالم وخانق، وهذا الصمود لأبناء شعبنا المستمر والمتواصل، والتمسك بالعلم والمعرفة التعليم كسلاح بيد كل مواطنة ومواطن فلسطيني؟ نعم نعم. الواقع أول تحية للدكتور عماد ولكم جميعا. تحية لك. أهلا بك. كل
يا مرحبا. المؤتمر هو عبارة عن تظاهرة كبيرة علمية الواقع في جامعة عريقة في جامعة القدس. الناس اللي قدموا من الخارج من تركيا بالذات ومن غيرها عدد كبير هائل من الباحثين ومن الأساتذة ومن المختصين في طبعا في خلال مدة يومين إلى ثلاث أيام تقريبا كانت هناك أبحاث كثيرة وكانت هناك نقاشات كثيرة. ويكفي أن نقول بأن الموضوع موضوع هذا المؤتمر ومكان هذا المؤتمر هو في القدس، في ظرف تعيش في القدس في ظروف من أصعب ما يمكن، تسرق من أيدي أصحابها، يتم تهويدها، يتم العبث في مقدراتها وبتاريخها وثقافتها، التعليم يراد له أن يهود، وكل شيء يعني ممكن أن نشير إليه هو يشير بأن أوضاع القدس صعبة وصعبة جدا. عندما تأتي هذه التظاهرة الكبيرة ومن جامعة القدس بالذات هي رسالة الواقع مهمة جدا، لأن هذا العالم ينظر إلى القدس بنظرة الحب والاحترام وينظر إليها بنظرة الدعم الكامل بشتى الطرق. ويعني نحن كنا نرى بأنه هكذا تظاهرات مدينة القدس وأهل القدس وأهل فلسطين بشكل عام بحاجة أن يروا الناس من حولهم دائما في هذه المحنة اللي بيعيشوا فيها. فلسطين تعيش في محنة غير مسبوقة، لم يحصل في التاريخ عنف وتعسف كما هو الحال عندنا في فلسطين. وبالتالي الإنسان دائما ينظر إلى إخوانه ولأصدقائه ولإلى جيرانه من أجل أن يواسوه ويقفوا معه ويدعموه لحتى ترتفع معنوياته ويبقى قادر على أداء معايير المطلوبة للسموح والحفاظ على الوطن والحفاظ على ثقافة هذا الوطن ووضعه من حيث الوضع الوطني أن يكون حر وأن يكون قادر على الاستمرارية مع هذا الشعب العظيم ضد هذا العدو المتغول. نعم سيد عدنان الحسيني، إيصال هذه الرواية أمر بالغ الأهمية، الاستماع للقولة الفلسطينية أمر أيضا بالغ الأهمية، ولكن عندما تأتي هذه الوفود الواعية المثقفة المدربة المجهزة علميا أكاديميا سياسيا دبلوماسيا إلى فلسطين هذا يحمل معاني كبيرة. كيف وجدتم كمقدسيين مثل هذا الحضور ومثل هذا الاهتمام بالقدس العاصمة وبجامعتها التي تعد حجر الأساس في التعليم الفلسطيني جامعة القدس؟ نعم، نحن سمعنا حقيقة من الضيوف، من بعض الضيوف اللي تكلموا في الجلسة الافتتاحية، وقع كلام في غاية الجمال وفي غاية القوة وفي غاية الفهم لقضيتنا والتعاون معها والتعاطف معها، وكان كلاما فعلا يعني يعيدنا إلى تاريخ أمتنا المجيدة وإلى أيام ما كانت هناك حضارة عربية إسلامية قادرة أن تحرك في هذا العالم وتغير في هذا العالم لا تقارن بالأيام اللي احنا فيها. في هذه الأيام اللي احنا فيها تابعين وفقط نتلقى الأوامر من الخارج. سمعنا كلام جميل جدا الواقع، وبالتأكيد كانت هناك أيضا الندوات الفدائية هنا وهناك تكلمت أيضا كثيرا عن أوضاع القدس وعن ما يحصل في مدينة القدس، وأيضا في باحثين فلسطينيين من الجامعة ومن غير الجامعة كتبوا أبحاث أيضا لها علاقة بمعاناة مدينة القدس وبالأوضاع السياسية التي تمر بها. وهذا التفاعل جميعه بالتأكيد مردوده بأنه قضية القدس تصبح أقرب إلى الناس، ويصبح هؤلاء الناس عندما يعودون إلى بلادهم ويعلمون في الجامعات ينشرون هذه الحقائق التي يعيش فيها بالفلسطيني في داخل سياج وداخل جدران وأسوار معزولا عن العالم كله. هذه بالتأكيد هي الرسالة اللي احنا منقول انه مهمة جدا، ويجب ان يكون هناك الكثير من المؤتمرات في كل منطقة فلسطين حتى يأتي العالم الى هنا ويروا هذا الشعب العظيم كيف يواجه بصدوره العارية وكيف يحافظ على وطنه وعلى مقدساته بالنيابة عن الأمة، وان في نهاية المطاف ان يرى
على الأقل الدعم له وليس إدارة الظهر. نعم، هي العزيمة والصبر والإرادة. شكرا سيد عدنان الحسيني وزير ومحافظ القدس، لكم التحية والتقدير دائما. ونعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك. أستاذ دكتور عماد، يعني أيضا الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان يحمل شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس نظرا لمواقفه الداعمة للقدس، أنتم تواصلون العمل على مدار الساعة في جامعة القدس، هي تحية لكل الكوادر العاملة في جامعة القدس ولطلبة جامعة القدس أيضا الذين يحافظون على هذا الاسم للقدس ورفعته ومكانته العالية، ما هي أهمية هذا الوصول إلى كل المسؤولين، كل الشخصيات الاعتبارية الرسمية الشعبية في كل مكان، ليس فقط في تركيا أو هنا في فلسطين؟ حقيقة كجامعة قدس أكبر مؤسسة مقدسية تبقت للفلسطينيين بهذا الحجم في مدينة القدس، يجب أن يكون دائما صوته عاليا. نعم. وبالتالي يجب أن يسمع العالم أن الصوت الفلسطيني في القدس عالي. فبالتالي جامعة القدس من خلال هذه المؤتمرات ومن خلال منح شهادة الدكتوراه الفخرية على سبيل المثال السيد طيب رجب أردوغان والشراكات الدولية التي تقوم فيها، هذا كله من أجل تعزيز الصوت الفلسطيني من المدينة المقدسة. على سبيل المثال اشتركت جامعة القدس في شبكة مع جامعة برينستون في أمريكا. نعم. وهذه الشبكة لها علاقة في تعليم النساء للبيانات، علوم البيانات. نعم. وكان في 53 دولة مشتركة، وعقد هذا المؤتمر ب 177 مكان في العالم. نعم. مشكل من 53 دولة. كان اشتراطنا في هذا المؤتمر أن تكون جامعة القدس فلسطين القدس، فبالتالي تم الموافقة على مشاركتنا بعد أن ثبتنا أنه جامعة القدس في فلسطين وفي مدينة القدس. وبالتالي يعني مشاركة جامعة القدس في هكذا مؤتمرات وترسيخ وتأسيس في الذهنية إذا كانت الغربية أو غيره أنه ما زال الصوت الفلسطيني قوي ومتواجد وحي في مدينة القدس، هذا الذي سيبقي قضيتنا حية. نعم. كيف يمكن البناء على مثل هذا الإنجاز، هذه التظاهرة الأدبية الثقافية الأكاديمية البناء عليها؟ تفضلت وتحدثت يعني دكتور عماد عن الشراكات مع الجامعات والاتفاقات، كل ذلك بسرعة البناء عليه وديمومة هذا العمل في هذا المجال الأكاديمي مع الجامعة. يعني على سبيل المثال تقوم جامعة القدس في عمل عندها برنامج ضخم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين فيها. نعم. فنحن نأتي بدبلوماسيين من دول مختلفة في العالم زائد طلبة من دول مختلفة في العالم ليتعلموا اللغة العربية داخل مدينة داخل البلد القديمة في مدينة القدس من خلال مراكز ومعاهد موجودة للجامعة في داخل البلد القديمة. هذا يعني يظهر لا كل القادمين لتعلم اللغة العربية في البلد القديمة أن الحياة الفلسطينية في المدينة كيف المعوقات، كيف التحديات التي يواجهها الفلسطيني، وهذه بتكون عبارة عن وهم بيكونوا عبارة عن رسل يذهبوا إلى بلدانهم. نعم. للحديث عن الواقع الفلسطيني. وبالتالي المؤسسات الفلسطينية تلعب دورا مهما في إيصال الرسالة للعالم أجمع بأن القدس عربية وستبقى عربية، ولن يغير ذلك بتصريح هنا أو هناك من طبيعتها ومن ناسها ومن مؤسساتها. تناولت موضوع البحوث التاريخية والفنية أيضا سيما وأن التاريخ يعود لنا في القدس ومفتاح القدس هو التاريخ. صحيح. الذي بأيدينا، أهمية التركيز على هذه الأبحاث في يعني مؤتمركم. يعني حقيقة ما تطرقت له شيء حساس، كل الاحترام والتقدير. يعني على سبيل المثال نحن في جامعة القدس أقمنا معهد الآثار في البلد القديمة في مدينة القدس. السبب في ذلك ليس لتعليم الآثار في مدينة. نعم. القدس، وإنما لعمل مؤتمرات حول الآثار الفلسطينية والعربية والإسلامية في مدينة القدس والمسيحية. نعم. لأنه المعركة الأساسية لمدينة القدس هي معركة رواية، وبالتالي في الفترة الأخيرة احنا لاحظنا انه في هناك باحثين إسرائيليين كثر يكتبون حول الآثار في مدينة القدس، وللأسف الشديد اصبح الباحث العربي والمسلم يستقي معلوماته كمرجع من خلال هذه الكتب والمراجع من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي مع الزمن ستتغير الرواية بشكل شمولي.
إذن أين دورنا كفلسطينيين؟ هو يجب أن نعيد بناء الباحث الفلسطيني بحيث أن ينشر الرواية الفلسطينية حول الأثار الفلسطينية في كل المجلات المحكمة الدولية عالميا، حتى نحاول أن نحفظ أو نعيد توازن الرواية اللي هي حول مدينة القدس. نعم يعني هناك خطوات واضحة وصريحة لجامعة القدس في المضي قدما بعيدا عن التعليم التقليدي والذهاب إلى موضوع إنتاج المعرفة بما يحمل ذلك من أهمية، وبصراحة هذا يتأتى دائما من الأبحاث المستمرة والمتواصلة الأبحاث النوعية. لديكم أيضا موضوع تبادل الباحثين ما بين الجامعات التركية وجامعة القدس، كيف يؤسس ذلك بصراحة إلى الاطلاع على التجربة التركية؟ وقد اطلعنا بحكم دراساتنا على التجربة التركية النهضوية المتقدمة في مجالات متعددة، والتعليم كان واحد من بين هذه التجارب الناجحة في تركيا. صحيح، يعني حقيقة الشعب التركي والحكومة التركية تحديدا تولي اهتماما عاليا في موضوع البحث العلمي، لأنه تطور الشعوب والمجتمعات لا يتأتى إلا من خلال خلق البيئة البحثية المناسبة للباحث والطالب حتى يقوموا بإنتاج هذه المعرفة، ويكون هناك إنتاج من خلال الباحثين في الجامعات المختلفة. حقيقة نحن في جامعة القدس أصبحنا عضو في منظمة كومسات نمثل فلسطين، والقدس تحديدا تمثل فلسطين بشكل عام، وهم من 25 دولة، والأساس فيها هي مركز أبحاث تركي في أنقرة، تصرف عليه الحكومة التركية أكثر من مليار دولار سنويا. هذا يبين أهمية البحث العلمي لنهضة أي مجتمع، وبالتالي تحالفنا في هذه المنظمات وهذه العلاقات مع الجامعات التركية يعمل نهضة للباحث الفلسطيني، وتوفير المواد وتوفير الأجهزة اللازمة من خلال هذه العلاقات المتبادلة بين الجامعات المختلفة، التي يمكنه من القدرة على عمل البحث متميز يعود به بالفائدة على هذه البلد. هذه العلاقات مهمة جدا في تطوير الباحث وتمكينه وتوفير كل المعدات والأجهزة اللازمة من أجل عمل ما يفكر به من إبداع. وبالتالي هذه العلاقات مهمة جدا، وذات برأيي أهمية عالية في موضوع اهتمامنا بالباحث الفلسطيني. نعم، تابعنا نشاطاتكم على المدى العام ربما الماضي، هناك تطلع إلى الذهاب بشكل أوسع للشراكات مع جامعات عالمية، كان لكم جولات وزيارات، كل ذلك بصراحة يأتي ضمن خطة ممنهجة واضحة مدروسة جيدا لديكم. كيف ترون أهمية الاستفادة من الخبرات والنماذج؟ لن نتحدث هنا فقط عن هذه التجربة التي نحترمها كثيرا، التجربة التركية وهذا المؤتمر بالغ الأهمية، وإنما أيضا ذهابكم في حلكم وترحالكم إلى جامعات عريقة، إلى مراكز علمية تعليمية ثقافية، كل ذلك. يعني حقيقة نحن في جامعة القدس منذ فترة أكثر من 3 سنوات عكفنا على إعادة اعتبار لمفهوم الجامعة كجامعة. نحن مؤمنين بأن دور الجامعة التقليدي انتهى من هذا العالم، ولا نستطيع أن نستمر بعملنا كجامعة تقليدية، وبالتالي بدأنا ننظر لنماذج مختلفة في العالم كيف ممكن أن نطور فكرة الجامعة. بدأت الجامعة مثلا من 300 سنة، وإذا بقيت الجامعات على ما هي عليه تبقى زي الديناصورات. بالتالي يجب أن يكون في هناك نهضة لطبيعة هذه البرامج بما يتواءم مع ما يتطلبه القطاع الخاص في مجتمعاتنا وحتى في الخارج. ومن هون إحنا كان لدينا زيارات مختلفة في كل بقعة من العالم نطلع فيها على نماذج. في آخر نموذج اللي هو عندنا مثلا شراكة مع كلية بارد للتعليم الليبرالي، وهذا نموذج نفحصه ونتأكد منه. لدينا شراكة مع الحكومة الألمانية في تجربة التعليم الثنائي الذي بيذكر الطالب بمهارات يحتاجها السوق المحلي، ويتعلم الطالب 3 أشهر في الجامعة و3 أشهر في المصنع أو الشركة لمدة 4 سنوات. الطالب هذا برنامج قائم في الجامعة، وهذا برنامج قائم حاليا في الهندسة الكهربائية وفي تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وسنزيد هذه البرامج بحيث أنه الطالب أصبح لدينا وضوح أنه في قصة نجاح حقيقية، بأن الطلاب أصبحوا مدركين تماما لسوقهم
وأنه حتى الشركة أو المصنع عندما يعني تصرف وقتا على هذا الطالب في التدريب لمدة 4 سنوات بالنهاية هو الأفضل لها للتعيين، فبتحل مشكلة التعيين من ناحية الطالب مباشرة بعد التوظيف، بتسكن بمهارات باحتياج السوق نفسه، ثلاثة بتنشط الباحث في هذا المجال من خلال متابعته لطالبه بإيش مشاكل السوق وما هي الحلول المناسب لها. وبالتالي هذا نموذج مميز. في هناك شراكات عملناها مع مراكز أبحاث عالمية اللي إحنا بتمكن باحثينا من الاطلاع على ما آخر التوصل إلى العلم في المجالات المختلفة في المعرفة، وبالتالي كيف ممكن أن يضيف على هذه المعارف من خلال اطلاعه على الحديث منها، والشركات تمهد له طريق لاستعمال أجهزة وتعقيدات في التجهيزات مش متوفرة لدينا على سبيل المثال، وتعطيه هذه الإمكانية في التبادل الأكاديمي والبحثي الذي يكون به بين الجامعات المختلفة عربية أو غربية. نعم، يعني نشكركم على هذه الجهود المستمرة والمتواصلة وهذا النجاح الذي يسجل للقدس أولا ولكم وبطبيعة الحال لفلسطين. شكرا لهذه الجهود المستمرة. الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، لكم التحية والتقدير. مشاهدينا الكرام، نشكركم في ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم على طيب المتابعة. كما وأيضا نذكر بضيوفنا الذين كانوا معنا، نوجه لهم الشكر والتقدير: السيد عدنان الحسيني وزير ومحافظ القدس، وأيضا الدكتور فائد مصطفى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة لكم مني حسن أبو الرب التحية والتقدير، ومن زملائي في طاقم العمل رأفة أبو عواد في التصوير وهيثم عقل في التنسيق ومحمد درية في الإخراج، لكم ولهم جميعا التحية والاحترام. إلى اللقاء.